جوج ديال المواضيع اللي كيهموا الهجومات ديال بعض الفرقاء السياسيين على التجمع الوطني الأحرار. واحد كيخص يعني الملف ديال المحروقات، واحد كيخص الملف ديال الجودة ولا ديال القفة اللي كيتكلموا عليه. أنا بغيت نقول لك أن هذاك الملف ديال 17 مليار هو يعني تسييس كبير، يعني لواحد الملف من نهار اللي دخلنا في المفاوضات ديال تشكيل الحكومة في 2016، واستعملوه كسلاح، يعني الخصوم السياسيين كسلاح. هذا رقم أولا يمكن يقول لك أنه كذوب، فيك نيوز. ما كاينش شي يعني ملف ولا شي رابور للجنة الاستطلاعية اللي كتخرج الرقم ديال 17 مليار. هادو جوج الوجوه، واحد البرلماني كيقول 17 مليار والوزير ديالو من الحزب كيقول لي هادشي راه ما كاينش، هادشي فيك نيوز، اللي هو عنده الحكمة واللي هو مكلف بهذا الدوسي. ثانيا هذاك الشخص ديال البرلمان حتى هو عنده جوج الوجوه، كان رئيس ديال اللجنة، في داخل اللجنة كاين رابور وكاين مسائل اللي واضحة وما فيها والو، وكيخرج كيبدل الكولوار في وسط البرلمان ويعيط على واحد لو سيت ويقول لي شتي هذاك رابور فيه 17 مليار وهذا، ويستعمل القبه البرلمانيه باش يمشي وباش. انا اسمح لي، هذا كله ملف يعني انا بالنسبه لي سياسي محض، وما يمكنش لي ندخل في هذا الشيء اكثر، لانه اولا انا لا اسير مقاوله، انا كنحترم القانون، ما يمكنش عندي يكون عندي الحق الكنسيه واحد المقاوله اللي هي كتنشط يعني كوميرسيالمون، يعني راه القانون كي واضح، وهذه المقاولة عندها المسيرين ديالها، وهذه المقاولات اللي هما كتار في الدار اللي هما كتار هما كاينين في الدار البيضاء، انا ما عندي علاقة بهم، وإلا داروا شي غلطة ولا كاين عندهم شي إشكالية ولا هذا يضبوا راسهم. وكاين مؤسسات في هذه البلاد، والمؤسسة ديال الكونسي دو لا كونكورونس راها خدامة في هذا الشأن وكتبحث في هذا الشأن، وغادي تخرج يعني بالخلاصات ديالها، وكل واحد غادي يتحمل يعني المسؤولية ديالو. إذا لا علاقة لنا بهذا، وهذا سيتا فيك نيوز، وهذا يعني اش نقول لك، زعما هذا زيدوا على المال والسلطة.